في أخبار المنوع الليلة، أطلق تطبيق تيك توك ميزة جديدة سيتم بموجبها إعلام صانعي المحتوى عندما يفضل شخص ما مقطع الفيديو الخاص بهم على التطبيق، على عكس ما كان في السابق. أي أن صانع المحتوى على تيك توك سيتمكن من معرفة عدد التفضيلات على مقطع الفيديو الخاص به، ولكن الميزة التي لن تتغير هي هوية المستخدم الذي يقوم بتفضيل الفيديو. من جهته صرح متحدث باسم تيك توك بأن هذه الخطوة تأتي بموجب رغبة العاملين على التطبيق بإثراء التجربة على تيك توك، وأكد المتحدث باسم التطبيق إلى أن الشركة تواصل بناء مكان آمن يسلي ويلهم الإبداع ويقود الثقافة من خلال طرق جديدة لمشاركة المجتمع بشكل أعمق. حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث الأنهار الجليدية التي تصنفها اليونسكو ضمن التراث العالمي ستختفي بحلول سنة 2050 أيا كان السيناريو المناخي، وذلك حسب دراسة شملت أكثر من 18,000 نهر جليدي موزعة على 50 موقعا مصنفة ضمن التراث العالمي، أي 10% من إجمالي المساحة الجليدية في العالم. وشددت اليونسكو على ضرورة الخفض السريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على الثلثين المتبقيين. وحسب تقرير نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، في الربيع يشكل ذوبان الجليد والثلوج أحد التهديدات الكبرى الناجمة عن الاحترار المناخي، وتذوب الأنهار الجليدية والمدرجة في التراث العالمي بمعدل 58 مليار طن من الجليد كل عام، مما يساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي. أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي Love Again الذي يبدأ عرضه في دور السينما عام 2023، وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية. كما كشفت أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود بريانكا شوبرا. وأشارت سيلين ديون أيضا إلى أنها ستؤدي أغنية جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة سوني، وسيعرض في دور السينما في 12 من مايو المقبل. أعلنت الأمم المتحدة أن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من ضعفي المعدل العالمي على مدى العقود الثلاث الماضية، وهي وتيرة تعد الأسرع على مستوى قارات العالم. أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير بأن منطقة أوروبا شهدت بالمعدل ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار نصف درجة مئوية كل عقد بين العامي 91 و2021، وارتفعت درجة الحرارة العالمية بنحو 1.2 درجة منذ الثورة الصناعية. وحذر العلماء من أن درجة الحرارة هذه يجب أن تقتصر على درجة ونصف الدرجة فقط لتجنب أشد آثار أزمة المناخ. نهاية النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.